أذكر مرة كان الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه قدم للمدينة يلقي محاضرة في الجامعة الإسلامية، وطلب مني أن أقدم للشيخ رحمة الله عليه، أقدم له المحاضرة. فبين يدي المحاضرة بدأت أقدم وأعرف الشيخ، فقلت نحن في هذا اليوم الطيب المبارك مع سماحة الشيخ العلامة. قال أسكت أمام الحضور، ما حتى ما انتظر أكمل، قال بصوت يعني أسكت. أسكتني الشيخ رحمة الله عليه، فحتى أنني في وهي موجودة في شريط ارتبكت، ما عرفت يعني كيف أكمل التقديم. زجرني الشيخ في نفس قال أسكت، وبدأت أجمع الكلام مرة ثانية أقدم، وقلت الشيخ بين طلابه ومحبيه ونحن، وبدأ الشيخ يلقي كلمته. المدح عندما يعني يكون الإنسان لا يرضاه ولا يقبله ويمنع منه لا يضره، أما إذا كانت نفسه منشرحة للمدح وفرحة به ويتحرى مدح الناس له، هذا يضره ويهلكه. وكم من إنسان أهلكه المدح وأضر به. ونسأل الله أن يحفظنا أجمعين.